السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنعتذر الإخوان لأن كنقطع لي اللايف من الكونيكسيون ولا ما نعرف لا الويفي ضعيف ولا ربجني. المهم إن شاء الله نتمنى إن شاء الله تكونوا تسمعوني. إذا كنتوا تسمعوني حاولوا ما يمكن نقول لكم تسمعوني، لأن ما عرفش الميكرو واش يسمع ولا ما يسمعش. المهم إذا كان يوصلكم الصوت حاولوا ما يمكن تقولوا لي مليح، راه تم راه يوصل الصوت مليح إن شاء الله باش نتواصلوا باش نزيدوا نهضروا على المباراة ديال الفريق نهضر رياضية بركانية ورجاء بني ملة. تحياتي لك أخي زكريا، الله يحفظك اخويا. واش الصوت راه كتسمعني؟ راه يوصل الصوت؟ تحيه الاخوان باش نعرف الميكرو واش راه يتسمع ولا ما راهش يتسمع، لان كانت تقطع لي اللايف قبل واش الديفو ديال الكونيكس ولا ما عرفش. المهم نتمنى ان شاء الله تكونوا كتسمعوني. تحيه للاخوان جميعا. كما كتشوفوا معنا اليوم غادي تكون مباراه ديال نهضه بركان امام الرجاء بني ملال. حاليا مباراه المولوديه الوجديه خاسره بواحد الزيرو مع الزمامره. ان شاء الله نتمنوا المباراه تكون صراحه والمولوديه تولي، لان صراحه عندنا غير على الفرق ديال الجهه الشرقيه. صراحه نتمنوا ان شاء الله تكون في المستوى. اذا ان شاء الله مع السبعه وربع ان شاء الله غادي نشوفوا مباراه القمه ديال نهضه بركان وامام الرجاء بني ملال. صراحه اليوم كنا في شوارع مدينة بركان وشفنا واحد التفاعل كبير، واحد الفرحة كبيرة، واحد الرغبة كبيرة من جمهور ديال بركان انه فريق النظرية ديال بركان قادر انه باش يحقق شي نتيجة ايجابية اليوم، خصوصا الفوز على جيش الملكي والتعادل ديال الديربي ديال الرجاء وديال الوداد. صراحة زاد شجع اللعابة والفريق انه ان شاء الله ينافس على البطولة. إذن الكل يتمنى هذا ما نتمنى، لان درع البطولة مهم وسنكتب تاريخ ان شاء الله بأحرف من ذهب ان شاء الله باللون البرتقالي لما لا مع فريق النظرية ديال بركانية، وهذا تاريخ يتمناه جمهور البركاني. رأينا صراحة اللحمة والافراح الكبيره اللي حقناها في كاس العرش، وشفنا واحد الجمهور كبير الصراحه اللي حضر واحتفل، وهذا الجمهور الصراحه كيذكر التاريخ وكيفكر التاريخ الصراحه اللي عشناه والاجواء اللي عشناها في كاس العرش. اكيد ان شاء الله هذا ما نتمناه لقب هذا الموسم اما في الكونفدراليه او البطوله، ولكن الجماهير حينما تقول لها صراحه ما هي الالقاب التي تمناها. نعرف ان نهضه بركان ينافس الان على واجهتين، الواجهه الافريقيه والبطوله. بعد الصراحه بعد الفوز على جيش ملكي صراحه هناك امل كبير انه فريق نظريه ديال بركان ينافس على البطوله، ونتمناو هادشي اللي نتمناو، لان جمهور كبير الصراحه ديال بركان ينتظر لقب هذا الموسم سواء على مستوى الكونفدراليه او على مستوى البطوله الاحترافيه. رجاء بن ملال مباراه اليوم كانت هناك توصيات مهمه من اداره الفريق حكيم بن عبد الله والجميع على اللاعبين، وخاصه راينا صراحه الحماس كبير في الرئيس السيد حكيم بن عبد الله، وتحياتي له. صراحه كان قبل المباراه ديال الجيش الملكي حفز القائد وحفز اللاعبين على انهم يكونوا في المستوى، على انهم يديروا القلب باش انهم يحققوا شي نتيجه ايجابيه اللي صراحه اللي يستحق الجمهور البركاني. فريق بعد العوده من الحجر الصحي وبعد العوده من اصابات الوباء ديال كورونا، الحمد لله شفنا واحد النسق، شفنا واحد الهجوم. كان لنا اتصال باللاعبين وصراحه وعندهم رغبه كبيره وعندهم حماس، ولكن ان شاء الله ارضيه الميدان والمستطيل الاخضر تكون الكلمه لمن يلعب ويقدم الافضل، وهناك دور المدرب، دور المدرب مهم في مثل هذه المباريات. راينا رجاء بن ملال وأرضية الملعب صراحة نتمنى أنها ما تكونش عائق أمام فريق النهضة الرياضية البركانية في مباراة الليلة، وإن شاء الله وتختم بثلاث نقاط صراحة وتثلج صدور أنصار عشاق البرتقالي في كل مكان، سواء الجالية المغربية المقيمة في الخارج. هناك صراحة دعم كبير، لأن حينما أتواصل مع بعض الأشخاص صراحة والجمهور كبير 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 ديال الفريق النهضة الرياضية البركانية في الديار الأوروبية، صراحة كيساند فريق النهضة الرياضية البركانية بالقلب صراحة، متابعين فريق النهضة الرياضية البركانية كل صغيرة وكبيرة على فريق نظرية ديال بركانية، ودائما يشاهدون مباراة فريق البرتقالي. واليوم موعد فريق نظرية ديال بركانية أمام رجاء بن ملال، فريق الجريح، الفريق الذي يعاني كثيرا، وأظن 100% غادي يكون في قسم ديال غادي القسم الثاني. أكيد إن شاء الله نهضة بركان من بوابة رجاء بن ملال يزيد الحماس في اللعبة انهم يحققوا نتيجه ايجابيه، يزيد الرغبه في الفريق باش اننا نقدروا نحققوا اللقب ديال درع البطوله. المنافسه صراحه تبقى مستمره حتى اخر الانفاس، سواء مع الرجاء او اسفي او تطوان، لان خمس مباريات متبقيه. اكيد نهضه بركان عازمه على تحقيق الافضل، عازمه على اكمال المشوار من اجل القاب جديده. نهضه بركان انا اقول وقلتها سابقا ودائما وقالها الاعلام المصري والتونسي بان نهضه بركان هذا الفريق المغربي البرتقالي لا ضعيف على الورق فعلا، ولكن في الواقع فريق قوي، فريق شرس، فريق يلعب من اجل الألقاب. الله اكبر، صلى الله العصر، الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا
لله إن الله الله رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الفضية والرسالة صلى الله وقال محمد السلام عليكم. عدنا أيها الإخوة بعد أذان المغرب، ضروري نحترموا الأذان المسجد قدام الدار. إن شاء الله نتمنى المغرب ماشي العصر. لا المغرب أخويا، المغرب سي إسلام عصام، سي عصام المغرب أخويا. عندنا هنا في المغرب إلا كنت في الديار الأوروبية عندنا المغرب إحنا هنايا. مهم، تقبل الله وصلاتكم وتحية للجميع. وكما قلت لكم قبل الماتش إن شاء الله بعد قليل ستكون مباراة الرجاء ورجاء بني ملال ونهضة بركان. إن شاء الله الكل سيتابع هذه المباراة أكيد، لأن حتى نسبة ديال المشاهدة صراحة عندي في الصفحة ديال المباراة ديال نهضة بركان أصبحت صراحة كبيرة جدا، لأن الكل يتفاعل مع مثل في مباريات النهضة الرياضية البركانية. اتصل بي أحد الأصدقاء صراحة من قرى صراحة نائية في نواحي مراكش وأخبرني بأنني تواصلت مع طفل صغير وأخبرته من هو الفريق الذي تعشقه في كرة القدم. لم يقل له لا البارسا ولا الريال ولا شيء، قال له البرتقالي نهضة بركان. صراحة في قرى ما فيهاش حتى المواصلات، ما فيهاش انه اللي بزاف ديال الحوايج، يعني صوف طفل صغير صراحة في واحد المنطقة قروية كيعرف نهضة بركان وكيعشق فريق النهضة الرياضية البركانية. وهذا ما نتمناه اليوم في مباراة اليوم، لأن الأهم هو النتيجة، الأهم هو الأداء. وقالها محمد عزيز قائد الفريق، قلت له الأداء غير موجود بالنسبة للفريق. قال لي شوف أخويا مجيد، بالنسبة للأداء سواء لا نهضة بركان ولا الرجاء ولا الوداد، الكل صراحة ما كانش واحد الفرجة، ما كانش واحد الفرجة على أرضية الملعب. الكل يركز على النقاط الثلاث، الكل يركز في مثل هذه المباريات اللي حسم البطولة. يعني كاع الفرق كتركز على النقاط ديال المباراة، ما يهمش أنه الفريق يقدم واحد الأداء اللي في المستوى. شفنا مباريات ديال الوداد، شفنا الديربي صراحة المباراة ديال الجيش وديال نهضة بركان صراحة أحسن 100% من مباراة الديربي بين الرجاء والوداد. وخا كنشوفوا أن الديربي والإعلام ونكبروا بالموضوع بأنها مباراة في المستوى، ولكن صراحة الديربي حينما يكون بجمهور أكيد يكون فرجة سواء على المدرجات ولا على المستطيل الأخضر. وهذا ما نتلو الديربي بدون جمهور صراحة شفنا بدون مستوى هذه المرة. وكنشوفوا مباراة ديال نهضة بركان صراحة، مباراة نهضة بركان والجيش كانت مباراة قوية، ومباراة ديال نهضة بركان والوداد نفس المشكلة، رغم لم يحضر الجمهور، رغم غياب الجمهور، إلا أن المباريات ديال نهضة بركان مع الفرق الكبرى تكون قوية، لأن نهضة بركان تلعب مزيان، نهضة بركان كتلعب بواحد الشكل الصراحة قتالي. شفنا في الديربي مع مولودية الوجدية، شفنا مع الرجاء وماذا وقع مع الرجاء. وأكيد غادي نذكر الإخوة لأن مباراة الرجاء غادي يكون ولا بن حليب، وغادي تكون يحضر فيها يمكن نفس المدرب وهو حكم جيد والناجي وبن حليب اللاعب اللي كان تصاف المباراة ديال الرجاء وديال نهضة بركان في الملعب البلدي هنا في مدينة بركان. ومباراة ديال الوداد كانوا مباريات قوية صراحة، وكنشوفوا المقارنة مع الفرق الصغيرة كتكون مباراة متوسطة. مباراة قوية نهضة بركان، من يتمنى التوفيق. تحياتي لك أخي طريق، وتحية للسي جمال اليعقوبي، تحياتي لك أخي جمال دائما متابع نظر رياضية بركانية ويعشق فريق البرتقالي. وتحية لكل جالية المقيمة في الخارج التي تتابع فريق نظر رياضية بركانية في السراء والضراء. إذن بعد قليل ستكون هذه المباراة منقولة على قناة يمكن الأمازيغية، وإن شاء الله نتمنى نشوف هذه المباراة ونشوف إن شاء الله النقاط الثلاث. لأن قال محمد عزيز قائد الفريق، أنا لا يهمنا الأداء على المستطيل الأخضر قد ما يهمنا النتيجة، لأن الكل يركز على ثلاث نقاط. أنك تضفر بواحد ثلاث نقاط أكيد غادي تكون الصراحة أنت من الفائزين. واليوم غادي نشوفوا مباراة ديال الرجاء، المباراة ديال الوداد، يعني ليلة المباريات الكبرى صراحة ما بين الوداد والرجاء ونهضة بركان. من سيتمكن من اعتلاء مرتبة الترتيب في سبورة الترتيب هذه الليلة؟ غادي نشوفوا هناك حماس كبير، هناك صراحة منافسة قوية. الوداد مع تطوان، الرجاء غادي تلعب الصراحة من أجل الفوز وتحقيق نتيجة إيجابية باش أن تقدر تنفرد في الصدارة. نهضة بركان على رجاء بني ملال أكيد غادي تكون منافسة كبيرة، وخصوصا في المباريات الليلة باش غادي نشوفوا شكون الفريق اللي غادي يتمكن من الصدارة وغادي يكون هو المتصدر، ورغم أنه مؤقتا، لأن المتصدر غادي تكون عنده واحد الشحنة كبيرة، غادي تكون عنده واحد الحماس كبير أنه باش يقدر يزيد ينافس ويزيد يقدم الأفضل. يعني نتكلموا على المباراة ديال نهضة بركان وجيش الملاكي،
الجيش الملكي حينما حقق فريق نظرية ديال بركانية الفوز، ركز على مباراة الديربي. الديربي صراحة التعادل اللي بين الوداد والرجاء زاد من رغبة فريق نظرية ديال بركانية وعشاق البرتقالي أن الفريق يقدر يحقق اللقب، يقدر ينافس بكل قوة على لقب البطولة لهذا الموسم، وهذا ما نتمناه. وللتذكير فريق النظرية ديال بركانية في نصف نهائي كأس الكونفدرالية سيواجه إخواتنا الحسنية أكادير في مركب مولاي عبد الله بالرباط. ستكون مباراة صراحة بدون جمهور، ولكن القوي واللي يعرف كيف يجاري مباريات، لأن مباريات الكونفدرالية ليست هي مباريات البطولة الاحترافية، وهذا ما نتمناه. نهضة بركان أمام صراحة أمام فرصتين تاريخيتين، ونتمنى أنه إن شاء الله يكون شي لقاب اللي غادي يضفر به الفريق وصراحة والجمهور ديال بركان. هذا ما يتمناه، لأن كان اللقاء اليوم مع الإخوة ديال الجماهير ديال بركان، ونذكركم الإخوان غادي يكون واحد البرنامج برنامج مباشر تحت المجهر، غادي يكون على قناة كاب فانكات، وغادي نصطفوا إن شاء الله فيه بعض الوجوه الإعلامية من بينهم ابن مدينة بركان أخي محمد تلاغي معلق راديو ماس، وغادي يكون تقديم الاخ السي طريق اعلامي مدينه وجده. غادي يكون واحد البرنامج اللي غادي نتكلموا ان شاء الله عليه في المباريات المتبقيه بالنسبه للبطوله الاحترافيه، نتكلموا على جميع المباريات. غادي يكون في كاب 24 ان شاء الله مع شي 9 ونص هكذا، ولا برنامج مباشر غادي نناقشوا فيه الموضوع ديال المباريات المتبقيه، شكون الفريق اللي يقدر انه يستطاع باش يحقق شي نتيجه ايجابيه، وانه باش يقدر تكون عنده واحد الفرصه كبيره انه باش يتوج باللقب قبل هذا الموسم. هذا ما نتمناه. إذن الإخوة نتمنى إن شاء الله، والناس اللي تفعلوا معي في الصفحة والناس اللي التوقعات ديالهم إن شاء الله نتمنى تكون صحيحة 100%، سواء لأن معظم التوقعات كانت فوز لفريق نظرية ديال بركانية، ولكن يبقى الاختلاف في النتائج، هل 2-0 أم هدفين لواحد أم 4 هكذا، ولكن تبقى الاختلاف. إذا مباراة اليوم غادي تشهد أهداف، أكيد غادي تشهد إن شاء الله أهداف. كنت هضرت مع واحد السيد قال لي ودي راه نعطيك اليقين بأن نظرية بركان غادي تحقق شي نتيجة إيجابية، لأن فريق رجاء بني ملا صراحة ضيع فرصة البقاء في الشطر الأول من البطولة الاحترافية، خسر عدة مباريات، فريق الآن يعاني، أكيد غادي يكون من بين الفرق المغادرين إلى قسم الثاني. ونهضة بركان أمامه فرصة صراحة مهمة باش أنه يحقق 3 نقاط أمام الجريح رجاء بني ملال. إخوان ما عندنا ما نقولوا، وعندنا واحد الكلمة إن شاء الله نتمنى نوجهها لمن الحارس حمزة الحمياني الحارس الثاني لفريق نظرية ديال بركانية، حارس صراحة قدم أداء في المستوى في المباريات اللي كان دار كان حرص على شباك فريق نظرية ديال بركانية. اليوم غادي يكون حارس حمزة الحمياني حاضر في لحماية شباك الطاحونة البرتقالية أمام رجاء بني ملال. غياب كل من البكر الهلالي يعني عندما وظهر العروبي لجمعهم الإنذارين، إن شاء الله نتمنى الحارس حمزة الحمياني يكون في المستوى، وعندنا ثقة كبيرة صراحة سواء لف المدرب ديال الحراس السيد عبد النبي فنيش ولا الحراس، لأن كان واحد التدريب، كان واحد الحماس، كان واحد الرغبة كبيرة أنه نطوروا حتى الحراس ديال فريق نظرية ديال بركانية. الحمد لله كاين شباب، كاين دراري الحمد لله ديال الفرقه اللي في المستوى، انهم ان شاء الله يقدوا مستقبلا انهم يقدوا ينافسوا ويقدوا انهم يحميوا شباك ديال الفريق النظريه ديال بركانيه، وهذا هو ان شاء الله ما نتمناه وما يتمناه الجمهور البركاني. تحياتي لك اخي جمال. للمغرب اخويا جمال، تحياتي اخويا جمال. سي طريق تحياتي لك، الإعلام مدينة وجدة بالتوفيق. خويا عم ماجد عبد الرزاق تحياتي لك، تحية للجميع، وإن شاء الله نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة، وإن شاء الله اليوم الماتش غادي يبدا غادي نمشيو نتفرجوا. مهم ديما برتقالي وديما نهضاوي، وتحية لكل الفريق. كاين الناس اللي كيعشقوا الرجاء وعلى الوداد، ولكن هذا التنوع ديال الجمهور اللي كيكون عندنا في الصفحه واللي كيكون الحمد لله كنستافدوا بهم، لأن بعض الحوايج حنا ما كنعرفوهمش، أكيد حنا ما غاديش نقولوا بأننا الحمد لله كنستافدوا من بعض الناس اللي كيتابعوا المجال ديال الرياضه ويتابعوا الكره، والناس عشاق ديال الرجاء ديال الوداد ديال تطوان ديال المولوديه الوجديه. الحمد لله احنا في واحد المكان لاننا باش نستافدوا جميع، ماشي كنقولوا بان احنا كنعرفوا كاع كل شيء، ولكن الحمد لله بالعكس احنا راه تلاميذ وكنتعلموا من الجميع، وان شاء الله نتمنىكم ان شاء الله تكونوا دائما بخير وفرجه ممتعه في مباراه اليوم، سواء عشاق الرجاء او عشاق الوداد او نهضه بركان. المباريات اليوم غادي تكون صراحه حاسمه، ليست حاسمه، ولكن من سيضفي بلقب بترتيب البطوله هذه الليله اللي غادي يحقق شي نتيجه ايجابيه، اللي غادي يخسر مباراه غادي يفقد الصداره. مهم فرصه كبيره امام رجاء، امام نهضه بركان، وامام الوداد، وامام الرجاء في مباراه الليله. تحياتي لكم ايها الاخوه جميعا، ماجد يحييكم معكم في
مباشر قبل الماتش. يلا تحلوا فراسكم وتحياتي لكم.